هو ليه رومانسية بتروح كده بعد الجواز على طول؟ يعني بمعنى انك تلاقي الاتنين كده اتطفوا، في حاجة بردت ما بينهم، ممكن عشان الراجل خلاص بيكون اخد كل اللي هو عايزه فخف الحماس، وهي كمان بتكون عملت كل نفسها تعمله، فالاتنين يرجعوا من شهر العسل زهقانين من بعض. صح، وساعتها بقى يدوروا على الخلفة على طول، هي حاجة تلهيهم ويتبسطوا بيها والساقية تمشي زي بالتهديل. مش عارفة ليه بحس إن الجواز اللي زي ده بيبقى فيه حد غبي وحد ذكي، كل ما الوقت بيمر الذكي بيتحول لغبي، يمكن أغبى من اللي معاه كمان. والله أنت بتضحكي، هديكي مثال. مثلا تلاقي الذكي عايز يجدد، عايز يخرج، عايز يسافر، الغبي اللي قدامه يحبطه يقول يلا نخرج، لا تعبان، مكسلة، بكرة أصل أنا عندي شغل بدري، أصل العيال مش عارفة عملوا إيه. شوية بشوية تلاقي الذكي ده اللي عايز يجدد تحول لشخص غبي جدا، استسلم، زهق، سك، طنش، بطل يعمل مجهود. هو كمان ما هو يزهق، ما هو بني آدم بيزهق، فيحصل بقى فتور وجاب ما بينهم هما الاتنين، الحياة تقلب ضنك، مأساة. زي أبويا وأمي وأبوك وأمك. على فكرة هتحشر في كلامكم شوية. فضل. أنت بتتكلمي صح، مش كده؟ الرجالة دي عايزة الحر. أيوة، مش كلهم يا ساوز، أنت متحاملة عليهم أوي. طبعا. بص على الحنة. الله، حلوة قوي، تسلم إيدك، حلوة قوي. أنا عايزة زيها كده بس أصغر، ممكن؟ أوكي. ماله جميل سرحان كده ليه؟ شكلك كده في حاجة جديدة. بصراحة في واحد مشدود لي وأنا كمان مشدودة له. مين؟ حد عرفه؟ مين؟ إيهاب. إيهاب؟ جوز علياء؟ الله يرحمها. الله يرحمها. بس أنتي كنتي بتقولي إنه كان بيحبها قوي. بس يعني مش هيفضل كده على طول. بصراحة الواد اتشد لي وأنا كمان مرتاحة له. مرتاحة له قوي يعني؟ قلبك مرتاح له بجد؟ قوي. خلاص اعملي اللي انت عايزاه، بس ابوكي هيوافق؟ وما يوافقش ليه يعني؟ هو ايهاب واحد مراته ميته وبس يعني، عادي. انا معاكي، بس انا معرفش طريقه تفكير ابوكي في الحاجات اللي زي دي ايه. بصي، هو هياخد مني وقت صغير بس عشان اقنعه وبس. طب يا ساوسه ممكن تعملي حنة انا كمان؟ خلاص. أوكي. انا اوكي ميرسي. خلصت كده انت. كان نفسي بقى تجيبوا لي بدله رقص والبس بدلة رقص كده، بس انا كنت واثقه ان حماتي ممكن تقتلني. هو انت بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا يا واد يا جاي. امال؟ طب قولي لي بقى يا جو، وضبتي نفسك؟ ايه الجمله؟ وضبتي نفسك كده اهو. قصدك ايه يا ساره وضبتي نفسك دي؟ على فكره عيب. عار اسود ومني، انت هبله يا بنت. الله، على فكره هي هبله وانت قلت الادب. يا سلام، قله الادب. على فكره انت مش قله ادب خالص. امال؟ على فكره انتوا الاثنين عبط. لا بجد، ازاي؟ انا عارفه كل حاجه بتحصل حواليا، بس حطها كده في دماغي مركنه. ونبي. ايوه. عموما لو عاوزتي حاجه احنا في الخدمه يعني. ازاي؟ ازاي؟ لا فعلا ازاي؟ تهضري يا عيال ليه؟ لا مش قوي يعني. اتفضلي. مش عارفه المايك معاكي. صاحبتكم ايه؟ ايوه. قولي يا خبرة سمعينا. اشجينا اشجينا اشجينا. هي في حاجات بتيجي بالخبرة. ايوه. اوكي. في حاجات بتيجي بالاحتكاك. ايه الاحتكاك ده يا سارة؟ ايه الاحتكاك ده؟ بجد ايه الاحتكاك يعني؟ ايه ده؟ ايه يعني ايه؟ ايوه وضحي لي يا سارة، حاولي توضحي لي، انا مش فاهمة. يعني في ناس بيبقى في ما بينهم. عمرك ما قابلتي راجل كده يعني مش تمام يعني؟ من ناحيه ايه مش تمام؟ لا 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 لا، انا عارفاكي يعني. كده صح انت. لا مش تمام يعني، راجل مقرف كده، اصوات بقى والحاجات المعفنه اللي قالتها. لا 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 لا، انا بالنسبه لي اللي مقرف واصوات وحاجات وده يطلع بره ما يقعدش. تصدقي انت عندك حق، دي فكره رائعه. انا هفكر في حاجه مهمه جدا يا بنات. ايه؟ انا ممكن اطرد عماد بره البيت من دلوقتي احتياطي لحاجه تحصل. انت بنتي ما بتصدقي، يخرب عقلك. مالك وسلام بجد. مسكين عماد. مسكين والله قوي. على فكره الموضوع ده يعني ممكن يعني مش ضروري يحصل بكره، يحصل بعده،
يحصل في اي وقت بقى، المهم ان انا ابقى مستعده نفسيا ومؤهله ان انا اعرف اتعامل معاه. تعرفي ايه؟ اعرف اتعامل، اعرف اتعامل. ما تجيش يا روحي، اعرف اتعامل. الاحساس بيطلع، انت عارفه الكلمه الصادقه هي اللي بتبقى على اللسان. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ لا بجد يعني بمناسبة اني هتجوز وكده، فاحنا لازم نستشير الخبرة. اتفضلي. بمناسبة ان حضرتك ليكي باع كبير طويل وخبرة دسمة حقيقي وعلاقات مهببة يعني ومتعددة. ايه بجد ايه؟ ايه كاكاو ايه يعني؟ لا حلو. هو ايه؟ خلاص ايه يعني؟ لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لذيذة جدا. لا انا لحقت اتكلم يا ماما. على فكرة انتي مندفعة جدا. حظي احلى حاجة. واضح ان البنت دي انحرفت باظت. انتوا رايكم مالي؟ خلينا مع العروسة. ايوه يا روحي، مش انتي اللي خبرة ماما، لازم نسألك عن كل حاجة. يعني اذاني ادخل كده مش فاهمة. لا مش انا سألتك، عايزة حاجة. انا في الخدمة. اقول ايه؟ ما هي قالت حاجة عشان تسألوني. اصبري شوية، انا بس عايزة افهم يعني لما انتي حساني صح؟ ايه حساني؟ مش حساني؟ مش فاهماني خالص. يعني قصدي اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اوكي ها. تعملي ايه؟ ايوه. هي ما قالتش حاجه. هقول قولي. نرجع لموضوع هو ايه؟ ما هو ده الموضوع، العلاقات والانفتاح والانفتاح وال البت باظت. البت باظت. استني، البت سخنت مني ولا ايه؟ على فكره هو نفس الموضوع اللي انا بسالها فيه. صدقيني. انا فاهمك. بعدين انت قولي لي وانا هترجم. اوكي قولي. يعني انا سؤالي اللي كان في الاول، لو نرجع لمرجوانا. أيوة. انت يعني مظبطه نفسك، جايبه لانجري حلو. لانجري حلو ازاي؟ لانجري يعني ايه؟ لانجري حلو لمين؟ لا مادي ده عيب على فكره. ده عيب جدا. يا لا قطع وقطيع. خدي بالك ان عماد متحفظ جدا. طب ما لا مفيش تحفظ في الحياه دي. برافو عليه. ايه مين اللي انت انت خليكي محضر خير. لا لا بجد عماد متحفظ. ممكن هو يقول عليا ست مش كويسه. مفيش حاجه اسمها راجل متحفظ. المواضيع اللي زي دي ده جوزي. صدقي انت قلت لي معلومه ما كنتش واخده بالي منها. مفيش حاجه اسمها متحفظ. ده جواز وهاني مون وليله دخله. كملي كملي كملي. لازم يبقى في دلع، لازم في حاجات حلوه، لانجري ظريف. ايه انا بسمعك. حاسه اني بكلم لوح. الوان لا يعني اسود فاحمر فاصفر. اسود فاحمر فاصفر. هي ازواج. ايه لون الزباله؟ انا بحب اسود. ماشي اسود ماشي. بس اسود فاحمر فاصفر. المهم في لانجري ظريف. ايوه مش حاجات جدتي وكده يعني. في الحقيقه مش انا اللي جبت الحاجات دي، ماما اللي نزلت اشتريتها. ماما؟ ماما؟ ازاي ماما؟ لا ماما ما تجيبش الحاجات دي. صح؟ لا ماما هي اللي راحت جابتها وانا فاضيه. فاضية ايه يا جان يا حبيبتي؟ ما في ما مقستيش؟ لا ماما ما عارفه مقاس. وعلى مقاس ماما؟ لا بقى مش للدرجه دي يعني. لا لا بجد انت دمك تقيل. انت ناسيه ناسيه ناسيه. عسكري انجليزي؟ لا 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 مش عسكري انجليزي ولا حاجه. بس فاكره زمان كنا اتكلمنا في حكايه ان عماد نمطي. بتهيألي مش هيفرق مع الحاجات دي. لا هيفرق بجد. الحاجات دي يا ماما بتفرق مع كل الرجاله. الرجاله كلهم. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا. لا تقريبا يعني. انت قلتي ايه؟ المواضيع دي تقريبا. خلاص قالت حاجه من ورايا. انت بتتكسفي بس؟ خلاص ماشي. وشك سوفة. والله اتكسفت. انت مبرقه اصلا وما تساليني. هتيجي معايا؟ هتيجي معايا. تعالي معايا. تعالي مع عماد. انا مع عماد. عادي انت صاحبتي. والله روحي كان بويدي والله. بس انا سايباهولك. ده انا متبرعالك بيه. نعم. اماره ايه تيجي معايا؟ مش صاحبتي. هتفرج؟ ايه اللي ده الادب بتاعتك دي؟ البت دي سافله قوي. لا بصي ما احنا احنا سايبينك انتي. احنا باعتين راجل. راجل وسيد الرجاله. انا اللي شكلي كده مندوب معننا المفروض يشرفنا يرفع راسنا. فانتي لازم تقومي بالواجب كامل. طبعا ماما انا يعني لو وقفت في اي مشكله او حاجه اكيد هكلمك. كلميني. كلمي ساره. لا دي المرجع الكبير. وان تلفن اواي. ها على طول على طول في الخدمه.